كاين بير اللي شربوا منه هاد الناس كيما طلعت معنا في الدور الدرع دوك منين طاح؟ باش عرفتي السبب ديال الموت؟ ورد صاحبي شرب هو الماء هو ولده قدام راه في السبيطار طبيب شي الكرام كيما طلعتوا معنا في اللحظات ودور الشرطه في عين مكان البي ما جنا سيدي نوردوا من هاد الماء وردوا قدينا باش نربطوهم حتى ما طاحوا ماتوا لينا يعني جبتي يوردوا في هذا السريش اييه وانا والدري صاحبي ورد صاحبي شربت هو الماء هو ولده قدام راه في السبيطار نطلب الله تعالى الا يجيب لي بشفاء هاد البهيمه شنو هما اللي هاد العوده عودات كلهم عودات عاود كلهم سته العودات كلهم ماتوا واش ديما كيشربوا من هاد الماء لا ما عمر اول مره وردنا من هنا اول مره وردنا من هنايا اليوم امتى هادشي معاش مع تقريبا شي الوحده لا جوج الوحده ما بين الوحده والجوج ما ميقات مورد ما ميقات مور ملي جناهم وردناهم ديت باش نربطهم لهي طاحوا ماتوا بستة والدري والولية وباه في السبيطار دابا الله يجيب لي مشيفة نطلبوا الله تعالى يجيب لي مشيفة ونطلبوا الله تعالى نداوم الدار بيضا نداوم الدار بيضا دا واش معمر وقع هذا المشكل ما عمر وقع هذا المشكل ما نكذبوش ما عمر البير ديالكم ولا ديال لا ديال هذا الناس يعني غير جيتو انتوما كتوردوا جينا وردنا صافي وقع هذا المشكل واش اول مره كيشربوا من هاد الماء لا اول مره شربوا العودات دابا اليوم اليوم ما كناش نوردوا هنايا ما كناش الاخوان يعني الاب والولد ديالو شربوا حتى هما شربوا حتى هما في السبيطار شربوا مشاو للسبيطار حتى هما في السبيطار حاله خطيره قالوا في الدار البيضاء دابا داو من الدار حاله خطيره حاله خطيره دابا لا حول ولا قوه كيف كيشربوا هاد البهيم قبل ما قبل من هاد البهيم كنت نديهم لداري واليوم كانوا الحال سخون يعني كان الصاد قلنا انا قراب ندير ملي زدنا لهاد الشريج وقع لنا المشكل واش كنتي في ديك البلاصه فاش كانوا كيطيحوا من البعيد اه كنت فيها لا كان عيطوا لي ملي جيت ديتهم ربطتهم ربطتهم تما بديت غادي بديت ترعدوا بداو يترعدوا كاملين حتى طاحوا باش عرفتي السبب ديال المول الماء وردوا ما طاحوا هو راه السبب هو هذا كانوا واكلين شاربين بخير وعلى خير عوردوا طاحوا الله يعوضك خير ربي امين نطلب الله الشفاء للجميع ربي امين ربي مشايخ الكرام كيف ما طلعتوا معنا في اللحظات حضور الشرطه في عين مكان يعني هذا المكان هذا السريج هذا هو اللي كانوا كيشربوا منه يعني الخيل هنايا يعني تقريبا خمسه ديال الخيل اللي ماتوا وايضا جوج ديال الاشخاص في هذه اللحظه تم نقلهم الى المستشفى يعني في حاله حرجه كيف ما طلعتوا معنا مشاهدينا الكرام في اللحظات حضور الشرطه العلميه لعين المكان كما كتلاحظوا معنا في اللحظات يعني كيتم اخذ عينات من هذا الماء اللي شربوا منه هذا الخيل وهذا مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا معنا في اللحظات كيتم اخذ عينات من هذا الماء هذا ديال البير اللي شربوا منه هاد الناس كما كتلاحظوا معنا بحضور رجال الشرطه العلميه لعين المكان كما كتلاحظوا معنا وايضا السلطه المحليه يعني كيتم اخذ عينات في هذه القارورات اللي كتلاحظوا امامكم يعني جوج ديال الاشخاص اللي مشاو ناقص شويه جوج ديال الاشخاص اللي مشاو في حرجه المستشفى نرشوا ايضا خمسه ديال الخيول اللي ماتوا بسبب انهم شربوا من هذا الماء هذا ففي هذه اللحظات كما كتلاحظوا كيتم اخذ عينات من هذا الماء اللي شربوا منه
باقي فيها الناس مسكينة. مشات ليه جوج ديال الاشخاص اللي مشاو في حاله حرجه للمستشفى ونورش كيف ما كتلاحظوا معنا في هذا المكان. يعني هذا هو السهريج اللي كتلاحظوا امامكم اللي شربوا منه هذا الخيل, وايضا يعني الناس شربوا, يعني جوج ديال الاشخاص اللي شربوا من هذا المكان هذا كيف ما كتلاحظوا معنا من هذا الماء هذا, ومشاو في حاله حرجه للمستشفى بنورش.